السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طبعا أكو في مشكلة إنه لما نعمل refresh create post بياخذك صفحة أخرى منفصلة. هذا بسبب إنه موجود هنا شيء اسمه target blank. هذا التارجت البلانك بمعنى إنه أنت تذهب لصفحة منفصلة. هناخذ هنا create وننقلها للبوست بصفحة post حتى يكون. لو نجي على refresh لاحظ بدون create blank بيظل في نفس الصفحة، تمام؟ لن ينتقل لصفحة منفصلة. احنا كان ينتقل لصفحة منفصلة بس الآن بنفس الصفحة. طيب اذا احنا حبينا في الديسكريبشن نضع اشياء اخرى تجميلية، في عندنا شيء اسمه لارافيل السي كي اديتور. لارافيل سي كي اديتور اللي هو يوني شارب، هذا احد المطورين باللارافيل بيشتغلوا بيساعدونا بتوفير خلينا نقول اضافات لللارافيل وكيف نستخدمها في اللارافيل. طبعا هذا ممكن انه نعملها كوبي، كيف طريقه التنصيب يعني كومبوزر ريكواير. خلينا نجرب هنا، هذا يعطي تجميليه للاديتور، نعمل له انتر. هذا حيقوم بتنصيب اللارافيل التشيك اديتور. ايضا بها مجموعه مراحل، يعني مثلا تحتاج في السيرفيس بروفايدر، لاحظ في الاب دوت بي اتش بي ايضا تحتاج انه تذهب للاب دوت بي اتش بي. حيكون في ملف الكونفيج وين لا هذا اي بي اي، app.php. تمام، هذا نحتاج ايضا نفس الطريقه نفس الفكره. نجي على البروفايدر، لاحظ هنا يقول لك في البروفايدر تحتاج انه انت تضيف هذا. اوكي خلينا نشوف هذا وين وصل. اوكي انستالينج دي يسوي. اذا نجي البروفايدر في الاسفل نضيفه. نحتاج ايضا الى هنا نبي يطلب من عندنا ارتيسب اوكي هذا لازم ننتظر انه يتنصب. anyway احنا ضفناه بالاب دوت بي اتش بي، لا تنسى في البروفايدر تعمل له سيف وننتظر انه يكمل التحميل. لاحظ اوبتمايز حلو كمل. الان نجي نستخدم بي اتش بي ارتيسان فيندر بوبليش التاج اللي هو تشيك اديتور. فنجي على التيرمينال نعمل هنا بيست، لاحظ بي اتش بي ارتيسان فيندر بوبليش ماينس ماينس تاج تشيك اديتور. اوكي طيب خلينا نجي على اسفل طريقة الاستخدام. عفوا بيقولك انه انت لازم تحوي هذا السكريبت في الفايل اللي انت ترغب انه يكون موجود فيها وتعمل له تاج اللي هو article editor. طيب لو انا اجيت على حتى يكون هذا متوفر في كل الاماكن، اذا ماكو عندي غير طريق واحد انه اذهب لي اذهب لي layout الاب بليد، صح؟ في الاب بليد اقدر انه بعد الكونتنت نضيف هذا السكريبت ونعمله سيف. خلينا نشوف بالطرف الثاني وين وصل. اوكي publishing complete، كمل البابليشنج وضفنا احنا الارتيكل هنا ضفناه. يبقى انه احنا لما نجي نعمل create، صح؟ كيف راح نضيفه للتكست اريا؟ هذا في التكست اريا احتاج انه انا هنا يقول لي انه تعمل this one check editor vendor okay replace حتى اعمل initialize عن طريق name او id. فهنا في التكست الفورم للتكست هنا ممكن انا ضفت الكلاس، صح؟
ممكن هنا أنا أعمل فارزة وأقول الـ ID، لاحظ داخل الـ array يؤدي إلى، وأعطي الاسم اللي هو الـ article هذا، تمام؟ copy بهذا الشكل، هذا في الملف الـ create، تمام؟ بهذا الشكل فقط. خلنا نعمل هنا أنا save، نشوف. الله 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 الله، لاحظ لاحظ، لا حلو 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 حلو، تحسه بوتستراب صح؟ الله أكبر، لاحظ كيف كم جميل مرتب، ما هيك؟ لاحظ حتى هنا image وأشياء أخرى، ينهار أزرق، يعني أشياء جميلة صارت حقيقة، عجبتني عن جد عجبتني. طيب خلينا نشوف. So what we can do إنه مثلا نكتب هنا أنا subject شو اسمه يستحق لارافل. احنا ذكرنا PHP، ذكرنا جافا، ذكرنا البتاع، مثلا نكتب لارافل PHP MVC first name محمد، مش محمد، خلينا نختار اسم اخر، خالد وليد، خالد بن وليد. طيب نعمل هنا كوبي، نعمل هنا بيست از بيست فريم ورك، تمام؟ مثلا فريم ورك اوكي، هذا مثلا نقدر نعمله بولد، اوكي بولد. هذا اللارافول ممكن نعمله مائل، لاحظ اصبح مائل، لا شيء جميل حقيقه يعني. نانا ممكن نعمله مارك لايك ذس، كرييت So this is خالد Laravel MVC. لما نعمل هنا مور بيظهر لي عاش كل تكست، لاحظ الحماية اللي موجودة في Laravel. يحس انه هذا حالة انجكشن صار. طيب خلونا نحل هذه المشكلة. لما نذهب لل احنا كيف نظهرها؟ نظهرها بالشو صح؟ شو بليد. في الشو بليد عندنا شيء اسمه البادي، اوكي هذا بس خلي لهم علامتين، سوري في البدايه طالع علامتين تعجب اكسبشن، علامتين تعجب فقط في الكرييت شو بليد سيف. خلينا نجي نعمل هنا ريفرش، اوكي ذاتس ات، هو لارافل مائل بي اتش بي بيست فريم ورك. حلو حلو حلو، هذا حيعمل اكسبشن له. طبعا شيل التاجات هذه، يعني ضع قوس مجموعة واحدة فقط، اوكي وليس دبل، قوس مجموعة واحدة. نجي نعمل له ريفرش حتى يختفي هذا البتاع، ليش so this is like this maybe space بيعمل لك مشكلة. اوكي تمام، لاحظ Laravel اصبحت بالمائل والفريمورك بولد، اوكي شي جميل حقيقة. مية اوكي، لاحظ مور بيطلع لك اياه بهذا الشكل، جميل ممتاز. اذا هذا ايضا ضفناه احنا، ممكن ايضا ايش نعمل، this is date اوكي موجود ما عندنا اي مشكلة بيها. يبقى علينا انه كيف نعمل edit، كيف نعمل delete لهذه البوستات، وهذا الشيء راح نشرحه بالدرس القادم.